مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج خير جليس على قناة فاس تي في 1. اليوم كنتواجدوا في مؤسسة خاصة، مؤسسة المعرفة، مؤسسة اللي معروفة بالإنتاج تلاميذ في المستوى، مؤسسة اللي عندها واحد صيت جميل في فاس وبالضبط بحي عين قادوس وحي واد فاس. الوغ اليوم غادي نشوفوا وليدات اللي غادي نتقاسموا معاهم كتب قراوها بأربعة اللغات. فاللغة اللي غادي نزيدوا اليوم هي اللغة الألمانية. تبارك الله هذه المؤسسة كتهتم باللغات الحية وإضافة للغة الإنجليزية، فهنا تدرس اللغة الألمانية، وغادي نكتشفوا جميع وليدات اللي كيتكلموا بهذه اللغة هذه ونشوفوا معهم الكتب اللي قراوها. خليوكم معنا. مشاهدينا غادي نمروا لاول مشارك في حلقه اليوم، هو سي محمد من مؤسسه المعرفه. سي محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. الوغ الكتاب اللي غتقدم لنا اليوم هو بعنوان الكتاب اللي غنقدم لكم النهار بعنوان حادثه الافك للكاتب عبد الرؤوف الدقاقي. الوغ ممكن تقرب المشاهدين الكرام من هذا الكتاب؟ حادثة الإفك هي حادثة افتعلها المنافقون في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنها دحضت بآيات من سورة النور. فقد اتهم كل من السيدة عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر والصحابي صفوان بن معطل بارتكاب الفاحشة، ولكن نزلت آيات من سورة النور تخبر ببراءتهم، وتم تطبيق حد قذف بمن أشاء على ذلك الإفرائي. لم يشك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السيدة عائشة رضي الله عنها، فقد كان يعلم ببراءتها لعلمه ببراءة زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم بارتكاب الفسق. شكرا سي محمد. إذن شنو العبرة اللي خديتي من هذا الحادث هذا؟ العبرة اللي خديت من هذا الحادث يعني ما نتهموش شي واحد قبل ما نعرفوا الحقيقة. إذن شنو خصنا نديرو؟ خصنا نعرفوا حقيقة أولا عاد نحكمه. شكرا سي محمد على هذه الإضافة اللي ضفتي لنا في حلقة اليوم، وتنضم صوتي لسي محمد. يعني خصنا كاملين قبل من نسمعوا شي حاجة، خصنا قبل ما ناخذوا القرار نتحروا من الحقيقة وما نظلموش عباد الله قبل ما نعرفوا شنو واقع وشنو كاين. الوغ شكرا سي محمد، وسعيد بلقائك في هذه الحلقة هذه. ونمر الآن مشاهدينا الكرام إلى مشارك آخر. ينضم إلينا مهدي صابور كذلك من مؤسسة المعرفة. مهدي صابور غادي تحدثنا على قصة شهرزاد وشهرير. شهرزاد وشهرير، دونك نخليكم مع مهدي صابور. تروي القصص بين أسطورية حكاية الملك شهرير وزوجته التي حاولت قتله واستلام الحكم، لكن بعد ضبطها تدس السم في كوب الحليب أمر صيافه بقتلها ليمتلئ قلبه حقدا وكرها ضد النساء. بعد ذلك أخذ قرارا حاسما فأمر وزيره بتزويجه فتاة كل ليلة وإعدامها صباحا، حتى حان دور ابنة الوزير التي شهرزاد التي كانت تخطط لتخليص المملكة من ضلال الطاغية. فبعد إتمام الأمر صباحا بدأت شهرزاد تروي قصصا قبل النوم للملك، لكن تعمدت عدم إكمالها ليغمر الملك الفضولة، فأضاف لها يوم آخر لعمرها. واستمر الأمر على نفس المنوال حتى انقضت ألف ليلة وليلة، فاستطاعت شهرزاد استرجاع وعي الملك شهريار ليعيش في سلام ووئام. شكرا سي المهدي. الوغ من منا لم يقرأ هذه القصة هذه او لا يشوف شي مسلسل ديال شهرزاد وشهرزاد. الوغ مهدي شنو العبرة اللي خديتي من هذه القصة؟
العبرة اللي خديت من هذه القصة هي أننا ما نتصروش في الحكم على الناس، لأنه ماشي كان الناس فحال فحال، كاين دينيت وذوي النية الصافية وذوي النية الشريرة. شكرا سي مهدي. مشاهدينا الكرام نمر إلى مشارك آخر، خليكم معنا. مشاهدينا نمر الآن إلى مشارك آخر هو السي حمزة اللي غادي يقدم لنا قصة باللغة الفرنسية. بونجور حمزة. بونجور. سافا؟ وي. تو فا بيان؟ ألوغ كيل ليفر تو فا نو بريزونتي أجوردي؟ جو في بارتاجي افيك فو لو ليفر سو لو تيتر جاك لو تيبر. لوتور سي؟ ميشيل دالت. Le livre parle d'un personnage nommé Jacques et sa sœur Maddy. D'ailleurs, Jacques c'est le héros d'histoire et aussi c'est mon personnage préféré. Quand l'été arrive, Jacques doit s'occuper de sa sœur Maddy, car sa mère commence un nouveau malheur. Voilà qu'un jour au marché, il se met à demander à Jacques d'échanger la voiture de leur mère contre une boîte mystérieuse qu'elle a plantée. Il accepte et c'était la plus belle erreur de sa vie. Le jardin est transformé du Jacques peuplé de créatures, des bébés oignons, des citrouilles animées, de plus en plus inquiétants. Au fil des jours, jusqu'à une nuit où surgit un dragon, dès lors, plus rien ne sera comme avant. Merci Hamza pour cette belle présentation. Alors, est-ce que vous avez des conseils à donner pour les élèves? Oui, j'ai des conseils. Je conseille les enfants de lire et lire plusieurs fois, car la lecture enrichit le vocabulaire, elle nous aide dans la vie quotidienne, et aussi la lecture nous met dans un monde imaginaire plein d'aventures dont on découvre des choses qu'on nous ignorons avant. Et à la fin, la lecture est une alimentation des cerveaux. Très bien, bravo, merci Hamza. Merci infiniment d'être parmi nous. الوغ مشاهدينا الكرام كما شفتوا حمزة قدم لنا قصة باللغة الفرنسية، غادي نمر مشاركة أخرى حتى هي غادي تقدم لنا قصة باللغة الفرنسية، خليكم معنا. إذا مشاهدينا اليوم شرفتنا دعاء في هذه الحلقة هذه غادي تقدم لنا كتاب باللغة الفرنسية. بونجور دعاء. بونجور. سافا تو فا بيان؟ الحمد لله. الحمد لله. ألوغ تو فا نو بريزونتي أن ليفر؟ لو ليفر دو لا برانسيس أنسورسولي إكريت. L'auteur écrite par Corinne Machon, qui est née en 1964. Elle a écrit plusieurs livres, comme Le Petit Monstre, Le Petit Vent Mauvais, etc. Cette histoire parle du princesse qui criait du matin au soir. Elle voit que le royaume de son cousin Julien travaille mieux que la sienne. Elle était vraiment très méchante et ne donne pas de l'aide à quelqu'un. Un matin, elle se réveilla en voyant la fin de sa chambre se transforme en une chèvre blanche. C'était très bizarre pour elle. Elle se mit à pleurer. Elle l'a montré la sorcière des marais. Elles ont bien parlé et la princesse a choisi de dire pardon à tous les habitants. Et la sorcière les a retournés en des gens naturels. Et c'était l'histoire que je préfère à lire. Et j'ai appris de cette histoire de traiter les gens avec gentillesse et d'être toujours gentil et poli avec les autres qui nous entourent. Alors je vois toi aussi gentil. Et aimable, merci pour cette belle présentation. Alors, tu peux nous dire la morale de cette histoire? La morale de cette histoire est de traiter les gens avec gentillesse, et d'être toujours poli et affable. Merci Doua. مشاهدينا الكرام نأتي إلى نهاية حلقة اليوم مع حلقة جديدة أطفال جدد وقراء جدد من نفس المؤسسة. أستودعكم الله، إلى اللقاء. Für uns ist Lesen sehr wichtig, denn es gefährdet die Dummheit und stärkt die Seele. Außerdem ist es ein Tor zur Welt und Abenteuer im Kopf. Danke für deine Aufmerksamkeit. Bis bald. Tschüss.